بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد صباحكم بالخير او مساكي بالخير على حسب ما تشوف الفيديو. هذا فيديو توضيحي للثوم الاسود، كثير سألت عنه. ماشي، الثوم الاسود انت بتعمليه بنفسك في البيت بجهاز الارز، بجهاز الرز، بجهاز العيش، على حسب ما بتحكي بلهجتك. اتفقنا؟ هلا انت لازم يكون عندك هذا الاشي تجهزي. واحد، اثنين، ثلاثة، كل واحد رقمته، لأنه أنا لغاية هلأ بتلخبط بينهم. وفي الورقة هاي مهم جدا تكون قدامه، إنه واحد رح ننقله لثلاثة، واثنين رح ننقله لواحد، وثلاثة رح أنقله لاثنين. ماشي، اللي هو حسيري من فوق لتحت تغيري. ماشي، راح أبدأ أفتح الجدر لأنه بدنا نعمل كمية ثوم أسود جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول اشي بتبقى ايدك في كلينكس المطبخ بتمسحي على طول هون عشان ما ينزلش المي اللي هون في قلب الجهاز تاع الارز. يلا، هذا رقم واحد راح ينحط هون، هذا رقم اثنين راح احطه هون. طبعا لسه مو هلا بنتفحص. طبعا لما بدك تيجي تشيليه بتشيليه من هون، لا تشيليه هيك لانه ايدك ممكن تكون يا ثقيله عليه وتفعصيه بايدك. وهذا رقم ثلاثة. طبعا هاي الارقام بتنحط على حسب اماكنهم في الجهاز الارز. ماشي، هلا بدي ابلش اصفطهم. الورقة قدامي، واحد لثلاثة، رقم واحد راح احطه تحت، بتشيليه بهذا الشكل من هون، نبلش نحط، نرجع من صفته. هذا كلهم رقم واحد صار ثلاثة. هلا رقم اثنين، طبعا احنا الكلينكس ليه بنحطه؟ عشان الارز ما يصيرش عليه مي كتير، عفوا الثوم ما يصيرش عليه مي كتير. اثنين راح يصير واحد، يبقى انا حاخذ ثلاثة راح يصير اثنين. ورقم اثنين، رقم اثنين هون حيصير واحد. وراح اسكره. طبعا انا لاني متمكن مني منه، انا ممكن امسكه من هون، ماما حط الفيديو هون، انا متمكنه وبعرف كيف اضغط ايدي عليه. انت لا، بتمسكيه من هون من الراس اللي فوق هذا العمود. وبحطها هيك، بغطيها بكلينكس. لا عرضته لحرق ولا عرضته لحرارة ولا عرضته لأي شيء، هي عملية إنه بيضلوا على رطوبة لمدة 14 يوم. بعد ال 14 يوم بصير أشيك هل صار أسود ولا لا. طبعا خلال ال 14 يوم هذا كل 4 أيام بغير أماكنهم. ماشي، كل 4 أيام بتتغير أماكن الثوم بنفس الجدول اللي أنا حطيت لك إياه، من واحد لثلاثة، اثنين لواحد، ثلاثة لاثنين. عرفت علي كيف؟ وحطيت لك الطريقة هاي أسهل طريقة عشان ما تتخربطي فيها. وديري بالك الجدر يكون مفصول عن الكهرباء قبل ما تمسكيه أو تعملي فيه أي إشي. وين الكهرباء تاعته؟ هاي
لازم تفصلي على الكهرباء، لانه ممكن يعمل لك كهرباء لما بتيجي بتمسكيه من هون. اي كهرباء، اي جهاز في مي، حاولي تفصليه عن الكهرباء قبل ما تمسي. ماشي، هاي نقطة. النقطة الثانية زي ما قلت لكم، احنا لا بنعرضه لنار ولا بعرضه لحرق انه يحترق ولا بعرضه لاي شيء. هو الثوم الاسود هذا بصير عن طريق الرطوبة، رطوبة معينة بنحطه فيها وبنستخدمها. هلا في اللي هو الجهاز تاع الثوم الاسود موجود في علي اكسبرس. انت اذا بتستخدمي نفس هذا الثوم اللي هو ثوم الانثى، اوكي، فيك تشتريه. طبعا هذا اللي اكتشفته انا بعدين. هلا الثوم الذكر ما بيشتغل فيه، يعني ما بتقدر تثبتيه فيه، فبدك تضطر تشتري هاي. ماشي، او الجهاز تاع الارز، عفوا تاع الثوم الاسود اللي موجود في علي اكسبرس ما بينفع له الا الثوم الانثى، اما الثوم الذكر لا. وراح احكي فيديو عنه لحاله، اوضح ايش هو الثوم الاسود، عفوا ايش هو الثوم الذكر وايش هو الثوم الانثى، وايش فوائد هذا وايش فوائد هذا موجوده. يلا انا استودعكم في امان الله، يا من لا تضيع عنده الودائع. الله معكم جميعا.